السلام عليكم، معكم قناة أم دنيا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم الوصفة نتاع المخبز، دائما مع الحلويات. هنا راح نعطيكم المقادير نتاع المخبز. هنا عندي 3 كيلات نتاع كاوكاو، وعندي كيلة تاع سكر سمول سكر الحرش، وعندي ملعقة كبيرة نتاع الزيت نتاع القارص أو قشور تاع القارص. هنايا الكاوكاو تاعي مانيش محمصاته بزاف، خليته هكذاك ابيض، جوست درتو في الفور، ما نقولكمش زوج دقائق ولا ثلاثه، فقط جوست نحيت له هذيك الريحه برك ونشفته مليح باش كي نقدر نرحيه. كما راكم تشوفوا راهو ابيض. هنا رايحه نضيف ضفت لاغوم تاع لافاني كما راكم تشوفوا. قلت لكم الكاوكاو كنت رحيته وجوزته في غربلته بغربال، هبطت غير واش راني حابه. كما تعرفوا المخبز لازم يكون كيف كيف، وهذيك هذاك اللي لقيتو خشين زدت عاودت رحيتو. هنا ضفت عليه زوج ملاعق او ملعقتين كبار نتاع العسل، وهنا ضفت عليه ملعقه صغيره نتاع لاغوم نتاع اللوز المر، عطر اللوز المر كما راكم تشوفوا. وزدت ضفت له ملعقه كبيره عفوا نتاع لوز الحلو، لاغوم نتاع اللوز الحلو كما قلت لكم زوج ملاعق، ملعقه كبيره نتاع اللوز المر وملعقه كبيره نتاع اللوز الحلو. وتبقاو تخدموا به هكذا بين يديكم كما شفتوا حتى يتخلط كامل مع بعض. هنا ضفت له 3 ملاعق كبار نتاع مارغارين، 3 ملاعق كبار يكونوا معمرين مليح مارغارين. وعندي البيض اللي رايحه نلم به العجينه تاعي او الكاوكاو تاعي. كل ما ديروا بيضه ديروا لها صفار، عندي بيضه وصفار، ونبقى نكسر عليهم البيضات حتى تتلم العجينه نتاعي. انا دالي 5 بيضات، دالي 4 بيضات زوج كاملين وزوج صفار، وكملت لميت العجينه نتاعي بحبه كامله كما قلت لكم. ومن بعد هذيك الخليط نتاعي او المخبز نتاعي اللي كنت خدمته قبل ما نشكله درته في الثلاجه بيت ليله، واذا كنتم مزروبين تقدروا ديروه 5 سوايع قبل، لازم يروبوزي شويه باش ديروه. ومن بعد تيطاليوه كما راكم تشوفوا فوق البلاستيك، قطعه من البلاستيك، وزدت درت له من فوق البلاستيك هكذا باه يجيني بومبي. وتسي وتتراسي وبرك بهذاك المول اللي عندنا تاع القلب، ومن بعد تنحيوا البلاستيك ومن بعد تقطعهم. يسيو المول تاعكم حطوه في الفرينه هكذا باه ما يلصق لكمش. كما قلت لكم تحبوا ديروا بالفارينه، تحبوا بسكر غلاس هكذا باش ما تلصق لكمش. والعجينه من الضروره تروبوزي هكذا باش يتسهل لكم الخدمه، وميم طون تجي معسله من الداخل. تخليوها تروبوزي ومن بعد تطاليوها كما شفتوني وديروا نفس العمليه. بقى السمك نتاع العجينه كل واحد وكيفاه، يحبهم عاليين كاين اللي يحبهم نورمال، كل واحد يدير على حسب مقدوره، هذا الشيء يرجع لكم. هنا بعد ما خلصت راح نطيبهم ان شاء الله في الكوشه على 150 درجه، ونطلع البلاطو تاعي الفوق ما نديروش قريب للنار، نطلعو قد ما نقدر. تخليوه من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه جوست برك ينشف معايا. ما قلت لكم على 150 درجه طيبته على ورق طهي او بابي كويسون. هنا بعد ما طاب كما راكم تشوفوا بدل اللون. هنا عندي الشربات تاعي، درت كاس تاع سكر وزوج كيسان تاع ماء، ودرت لاغوم تاع الفاني، ودرت شريحه تاع قارص، وخليته بعد ما غلى 10 دقائق يغلي على النار وطفيو عليه، خليوه يبرد بجيه. جوست تنحيو المخبز نتاعكم من الكوشه سخون، ديروه في الشربات، تكون الشربات تاعكم بارده والمخبز يكون سخون، تبقاو ديروهم داخل هذيك الشربات وتحطهم على قرياج باش يقطر. كملوا كامل هذيك لا كونتيتي اللي عندنا كملتها. هنا رايحه ندير تلباس نتاع المخبز نتاعي. هنا راحت لي اللقطه بصح دوك نقول لكم واش ديروا. ديروا فنجال تاع قهوه تاع حليب، فنجال تاع قهوه نتاع مزهر، وفنجال قهوه نتاع زيت، وعندي فنجال تاع قهوه تاع قارص. نص راح نخلطو مع هذاك الماء والمزهر خلط كامل، وندير كيلو نتاع سكر غلاس، نخلطو مليح ونخلي نص هذاك الكاس تاع القارص كما راكم تشوفوا. راح بعد يجري لكم شويه يجي خفيف، وتبقاو تضيفوا
لا علاش لازم نخليو السكر غلاس هكذا باه ما نديروش كلش مع بعض ومن بعد يجينا جاري وما نلقاوش باش نكملوا التلباس تاعنا او السكر تاعنا. كما قلت لكم ديروا كيلو تاع سكر خلطوه مع المقادير اللي عطيتهم لكم، ومن بعد ضيفوا رطل ولا حتى الكيلو صديب باش يهز لكم حتى تشوفوا العجينه تاعكم يابسه كما شفتوها معايا. ومن بعد ما تشوفوا العجينه تاعكم يابسه، نسيت ما قلت لكمش درت له ملون غذائي ابيض هكذا باه يجيني حبه البياض الناصع. ومن بعد تبقاو غير تخلطوا هكذا بيدكم ولا باي حاجه عندكم مغرفه ولا، لازم يكون ثقيل كما راكم تشوفوا. ها شوفوا كيف. ومن بعد نهز هذوك المخبز نتاعي، نهز ورق نتاع سويتو ونبقى نشف في هذيك الشربات اللي في المخبز نتاعي، نشفو مليح ونضعها في على هكذا في فرشيطه ونهز بالمغرفه ونفرغ كما راكم تشوفوا، ونبقى نخبط نخبط حتى يجي كامل زي بعضه، ونحطه فوق الكغياج باه يكمل يقطر. اذا كانوا عندكم جوكم هذوك النقط هذوك لي بول هذوك، تهزوا الكوردون وتثقبوا به هذوك الفقاعات هذوك هكذا باه ما يجيكم الشامت كما تشوفوا. دوك تشوفوا معايا واضح في الصوره، اتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا. كما قلت لكم انا السكر كي ندير كيلو والباقي نضيفه من بعد باش نشوف، نخاف اذا تجيني جاري ومن بعد ما يكونش عندكم كيف ندير. فوالا هاني ثقبتهم هنا. بعد ما نشف معايا كما راكم تشوفوا رايحه ندير له الناكخي. الناكخي تاعي في ابيض فضي، بعد ما نطويته بالطبع نحيتو هذوك الزوائد كامل على الحواشي. ها هذا هو اللي درت في لون ناكخي فضي. عندي هذوك الوردات اللي راح نزين بهم، ندير غير شويه من هذاك السكر تاعي اللي عندي باش تحكم لي هذيك الورده، ونحطو بجيه ينشف نديرو في الكيسات، كل واحد ويحطو على واش يحب تزيين يبقى ليكم. فوالا هذا هو المخبز تاعي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. نكمل لكم نزيد معكم وحده، كما قلت لكم تنحيو كامل هذيك الزوائد الحواشي اللي من تحت. لازم لكم هكذا بينسو ولا القطن ولا واش عندكم وتديروا به لو ناكري هذاك اللي عندنا، وها تحطوا الورده. هلا هذا هو الشكل النهائي تاع المخبز نتاعي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. راح نقسم معكم حبه دوك تشوفوها معايا، شوفوا هكذا باش تشوفوه من الداخل كيفاه جا طري. شوفوا هنا كيفاش يتقطع رابيد او ناشف. فوالا هاو كيفاه جا، حبيت نوري لكم التسكار كيفاه جا. انا شوفوا الله يبارك جا طري. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ونقول لكم الى اللقاء والى فيديو قادم ان شاء الله.